ايه الفرق ما بين الرفض والقبول وعدم القبول؟ يعني رفض الدعوه وعدم قبول الدعوه مهمه تستفيد. طب نشارك فيها. حد عايز يقول لا حد يقوم ويوفر. تمام كويس. الرفض ما ينفعش ان ارفعها تاني. زميلكم قرب جدا من الايه ويكاد يكون قال اجابه صحيحه. عدم القبول زي شرط الصفه اللي احنا شرحناه. لما رحت رفعت الدعوه المحكمه حكمت بايه؟ ها؟ بعدم قبول الايه؟ لعدم توافر شرط الصفه. بعد شهر الراجل مات. فراحت رفعت ايه؟ نفس الدعوه. ايا كان بقى الطلبات احنا لسه ما دخلناش في فكره الحكم. المحكمه هتحكم بما الناشف. احنا لسه بنتكلم في مرحله الايه؟ مرحله الدعوه. فالمحكمه حكمت بقبول الايه؟ الدعوه علشان الصفه توفرت. يبقى اذا عدم القبول انت بتواجه شرط عدم غير موجود فاديت عدم قبول. بعد كده الشرط اذا توافر اديت ايه؟ قبول الدعوه وتبدا المحكمه تتداول الدعوه دفع شكل. طب الرفض يعني ايه؟ انت رفعت دعوه المحكمه بحثت الدعوه بالفعل وطلباتك بالفعل واستندت او حكمت في النهايه برفض الايه؟ الدعوه. رفض الدعوه موضوع. او رفض الطلب موضوع. يبقى هنا كلمت في الموضوع فعلا رفضت نفس الايه الموضوع. انت ممكن تطعن على الحكم ده. اه طبعا اطعن على الحكم. لكن هنا خلاص هي حكمت بالفعل في الايه؟ في موضوع ايه؟ في موضوع طلبك، في موضوع دعوتك. ده الفرق بين عدم القبول وايه. لذلك الالفاظ دقيقه جدا. طب الصفه، هل في حاجه انا حاسس ان عدم القبول الحكم بعدم قبول الدعوه والحكم برفض الدعوه مش واضح قوي صح؟ عدم قبول الدعوة. نعيد تاني عدم القبول والرفض عشان معانا التقييم بس ايه الزب. عايز المعلومه توصل له. ورفض الدعوه بعد ما تحقق المدعي يقدم مستنداته والمدعى عليه قضيه التوفه المحكمه بتحكم يا اما بقبول الدعوه يا اما برفض بقبول الدعوه او رفض الدعوه. يبقى اذا الحكم هنا الحكم هنا احنا عايزين بس انا بسال الدكتور عشان انت بتقول معايا عايزين نعرف الفرق بين عدم قبول الدعوه وبين الحكم برفض الدعوه. رفض الدعوه يبقى المحكمه تطرقت لموضوع الحق نفسه والدعوه والمدعى عليه وكل واحد بيقدم مستنداته ودفاعه واستوفت الدعوه من حيث المضمون الحق نفسه. المحكمه بتحجز الحكم هنا بتحكم بايه؟ بحكم الدعوه ايه؟ اما برفض الدعوه يبقى رفض الدعوه رفض الطلب رفض كله او قبول الدعوه. يبقى الاثنين يتعلقوا بالحق نفسه يا اما للمدعي يا اما للمدعي عليه الحكم. طب عدم قبول الدعوه من الاساس بقى المحكمه مش هتقبلها يبقى ده ايه؟ دفع شكلي. عدم قبول الدعوه لرفعها من غير ذي الصفه ماشي. يبقى هنا لازم تفرق بين الاثنين والفرق بين الاثنين ده امر قانوني عشان ايه؟ يبقى انت عارف انت رايح فين. عدم قبول الدعوه هتشوف هتعمل ايه. رفض الدعوه يبقى تعلق بحكم موضوعي يبقى هتستأنف بقى في محكمه الاستئناف المختص. يبقى انا عرفت الفرق بين رفض الدعوه وعدم قبول الدعوه. عدم قبول الدعوة ده دفع شكلي يتعلق بالصفة سواء صفة المدعي أو صفة المدعى عليه أو المصلحة أو كذا. فعايزين نفرق من ده لأن ده مهم جدا 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 في المدني وفي كله بقى مش في المدني بس. فعايزين بقول للدكتور إيه يبينه لنا شوية وبالراحة شوية. إحنا مش مستعجلين لأن عايزين نطلع من هنا لو نفهم الدفعين دول كويس جدا ونطبقهم على الطبيعه ونشتغلهم في المحكمه كويس قوي واعرف الدعوه وشرط المصلحه والصفه وعدم اكتمال كل ده مهم جدا لان ده هيتقابل كتير زي الدعوه اللي على الدكتور. واحده رفعت قضيه على جوزها علشان خاطر تقول له اكتب لي نص العمار لاننا ليه ابن ولاولادنا حرام. لا ده ايه ده؟ دي عدم قبول الدعوه. ليه؟ لرفعها من غير الصفه لان ده ميراث. انا حقي اتصرف في ملكي طول ما انا عايش على قيد الحياه
اكتب لده واكتب لده واكتب لده، هخلي في الشرع ربنا موجود هيحاسبني. لكن القانون بيحدد البلوغ اللي عليه، مش كلام. فاحنا عايزين مرافعات بعد اذن حضرتكم ايه نتأنى فيها شويه، لان الدكتور ده استاذ ماشي الكلام بالنسبه له، احنا بقى لسه الكلام بنتعلمه. فاحنا عايزين نطبق الدكتور بعد اذن حضرتك الدفوع دي الخاصه بالمرافعات براحتنا قوي، ونعيد ونسال ونفهم، واللي مش واللي مش فاهم ما تاخدوش الكلام كده على ان احنا بنخلص ونقوم، لا احنا مفترض لما بنخلص نبقى عارفين انكم فهمتوا، وده كلام مش مظبوط. اللي مش فاهم يقول يتعاد تاني ويفهم موضوع، لازم احنا مش جايين بنشتغل بتاع وردي، لا احنا جايين عشان كل الهدف ايه؟ ان احنا نوصل المعلومه الموضوعيه والقانون والمحاماه ليك. فانت بقى نقول دي نقعد ساعه، نقعد اتنين، الدكتور شرح لنا دافعين واحنا استوعبناهم وكويس، حلو قوي مش مشكله. يعني ايه؟ علشان نبقى محامين بقى. فالكلام اهو. اتفضل يا دكتور. هي اسقاطا على هذه المساله ان شرط الصفه، اغلب يعني بالنسبه لشرط الصفه اللي بيوصفه القانون بانه المصلحه شخصيه ومباشره، تلاقي اغلب احكام النقض بتتكلم عن الشرط ده. الشرط ده معقد شويه، في مسائل ملتبسه شويه، علشان كده وانت بترفع الدعوه ركز قوي في شرط الصفه، ركز قوي في شرط الصفه دي حاجه. الحاجه الثانيه لما تيجي تطعن على الحكم او انت الخصوم بيتصارعوا امام المحكمه، العب على النقاط الشكليه قبل النقاط الموضوعيه، عشان حتى لو خسرت الدعوه تقرفه 3 4 5 سنين و10 سنين وتقفلها له من كل حاجه. انت ممكن تاخد حكم النهارده وتقعد سنوات طويله عشان تعرف تنفذه ما تعرفش. طيب يعني مثلا بالنسبه للمسائل التجاريه على سبيل المثال، المسائل التجاريه عندنا شركه، الشركه ديت لها عقد تاسيس وراس مال، فعقد التاسيس بتاعها او النظام الاساسي ليها يجي يقول لك مثلا ان رئيس مجلس الاداره مختص بكذا، رئيس مجلس الإدارة مختص بواحد اثنين ثلاثة. في بند تاني يقول لك مجلس الإدارة مختص بواحد اثنين ثلاثة. رغم إن جملة عابرة ممكن نقولها وإحنا قاعدين مع بعض، لكن شوف الفرق ما بين الاثنين. رئيس مجلس الإدارة، رئيس مجلس إدارة الشركة ده إيه؟ شخص واحد. يعني إيه شخص واحد؟ يعني مفوض من قبل الشركة أو بمقتضى النظام الأساسي لتأسيسها بأن هو يرفع دعاوى نيابة إيه؟ نيابة عن الشركة. شركة تانية يقول لك في النظام الأساسي أن رفع الدعوى يكون من مجلس إدارة الإيه؟ الشركة. تروح أنت قدام المحكمة تلاقي اللي رافع الدعوى هو رئيس مين؟ مش مجلس الإيه؟ يعني ما اتعملش اجتماع والاجتماع ده تم التوقيع في أن هيتم رفع إيه؟ دعوى. أو المستشار القانوني للشركة مثلا غير مختص برفع الدعاوى دون الرجوع إلى مجلس الإيه؟ مجلس الإدارة. جزئية زي دي مثلا أنت ممكن تاخد بالك منها. هو ما فيهش، ملوش إيه؟ ملوش صفة برفع الإيه؟ الدعوة، بس هم ليهم الحق في رفع الإيه؟ الدعوة. نقول تاني، الشركة في هذا الحق لها أن ترفع إيه؟ دعوة، يعني حقها فعلا موجود. لها مبالغ ماليه، لها عقود لم تكتمل، ايا كان يبقى هي ليها ايه؟ ليها الحق. ولكن المختص برفع الدعوه امام المحكمه ليس فلان، ليس صاحب الصفه. فانت بتعمل ايه بقى؟ بتقول ليس فلان، دي بتساوي كلمه الصفه، بتساوي كلمه الايه؟ الصفه. ما احنا بنلعب على الحته دي، ده كلمه. طب لو انت رحت المحكمه ورفعت الدعوه وانت لست صاحب الصفه، ايه اللي بيحصل؟ المحكمه بتحكم بعدم الايه؟ لو توافرت الصفه مره اخرى خلاص ترفع الدعوه وبتكمل والدنيا تمام. ده دفع اسمه دفع بعدم القبول.